وينضم إلينا مشاهدينا العميد إلياس فرحات الخبير العسكري يتحدث إلينا من بيروت. برحب بك سيادة العميد، ويمكن خلينا نتحدث عن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أن يعني كان هناك تصريحات لمسؤول في حزب الله اللبناني أنه تم ضرب قاعدة مراقبة جوية تابعة للجيش الإسرائيلي بأكثر من 62 صاروخا، وذلك ردا على عملية اغتيال صالح العروري في الضاحية الجنوبية من بيروت. هذا التصعيد الذي يتم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كيف تراه، وإلى أين من الممكن أن يصل؟ يعني أولا بهذا التصريح قال رد أولي وليس ردا على اغتيال الشيخ صالح العروري، ما يعني أن هناك ردود أخرى. يأتي هذا القصف الذي طاول أعلى جبل في إسرائيل في الجليل، وهو جبل الجرمق قطم 1208، وتتمركز فيه رادارات وأجهزة مراقبة حديثة جدا، وهي تشرف على المنطقة الشمالية كاملها، وقد تم قصفه ب 62 صاروخا حسب ما أذاعته المقاومة في لبنان. يأتي هذا الرد في إطار الحرب التي بدأت في لبنان في 8 أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، والتي شنها حزب الله كدعم للمقاومة في غزة وبغية تخفيف الهجوم ما أمكن عن قطاع غزة. وشملت هذه الحرب جبهة تمتد من رأس الناقورة على الساحل المتوسط إلى جبل الشيخ بطول نحو 110 كيلومتر، وعمق يمتد إلى بين 2 و5 كيلومتر إلى الداخل. وقد تم تدمير عدد كبير من مراكز المراقبة والرادارات والأعمدة وأجهزة الاستطلاع الإسرائيلية خلال هذه الأشهر الثلاث، جملها كلها في خطابه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أمس. وهذا الذي أعلن اليوم هو سمي رد أولي على اغتيال الشيخ صالح العروري، يعني يشي أن هناك أمور أكثر وأعمق ستحصل في القريب العاجل. نعم سيادة العميد، يمكن هذا يعني التصعيد، هل من الممكن أن يتجاوز حدود الاشتباك المتعارف عليها ما بين حزب الله وما بين إسرائيل، خاصة وأن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قال إنه يعني أن الرد على اغتيال صالح عروري آت لا محالة؟ التصعيد يكون في غزة، هناك التصعيد، من يصعد هو من يضرب غزة ومن يقتل شعبها وسكانها وأطفالها ومستشفياتها ودور العباد، هذا هو من يصعد. ما يقوم به الآخرون هو الرد على التصعيد. ما يقوم به حزب الله في لبنان هو الرد على التصعيد حزب الإسرائيلي، والذي لا يأبه لكل بدايات وقت إطلاق النار وكل التظاهرات وكل الآراء البيانات وكل يعني كل الرأي العام العالمي لا يأبه له، ولا يزال حتى الآن يوميا هناك مجازر. هذا هو التصعيد يا سيدي الكريم، وليس التصعيد هو من يقصف مركز مراقبة إسرائيلي. نعم، طيب الدعوة القضائية، يعني بصفة حضرتك يعني خبير بهذه الأمور، الدعوة القضائية المقامة من جنوب أفريقيا ضد المحتل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، هل تعتقد أن هذه يعني هذه الدعوة سيكون لها جدوى وستكون لها تأثير على الحرب الدائرة الآن؟ يعني في حال كسبتها جنوب أفريقيا، يعني كسبها الفلسطينيون والعرب بمعنى آخر، تكون قدمت إضافة جديدة للتضامن ضد الإرهاب الإسرائيلي في المنطقة، وهذا مهم جدا. لكن ما ننسى أن هناك حكما صادرا من هذه المحكمة بعدم شرعية الجدار الواقي الذي بنته إسرائيل بين الضفة الغربية وبين الأراضي 48، ولم تأبه إسرائيل بهذا الحكم ولم تنفذه، كما أنها يعني رغم كل ذلك نرى أن هناك زيادة في الدعم الدولي والدعم الغربي لها، رغم أنها تخالف القرارات القضائية الدولية في عملية الجدار الواقعي. والآن إذا صدر حكم لمصلحة الفلسطينيين فإن كثيرين من الغرب سوف يدعمون إسرائيل ويقضون على المال، يعني هذا أمر فعلا أصبح لا يطاق على الصعيد الدولي، دعم العدوان ودعم العنصرية ودعم القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطيني والشعوب العربية. طب سيادة العميد، يعني هل
إسرائيل بعد 4 أشهر من عدوانها على قطاع غزة، هل استطاعت تحقيق الأهداف التي أعلنتها؟ هي أعلنت أنها تريد القضاء على المقاومة وعلى حركة حماس داخل قطاع غزة، وأيضا قالت أنها ستقوم بتحرير الأسرى، فهل استطاعت تحقيق أي من أهداف هذه العملية؟ هي حققت الهدف الذي لم تعلن عنه، وهو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتدمير غزة لكي تكون عبرة لكل العرب ولكل من يحاول أن يتحرك في المستقبل. وحاليا نسمع الآن كلما حاول أحد أن يقاوم إسرائيل يقول له هذه غزة، انظر إلى غزة ماذا حل بها وتوقف عن حديث عن المقاومة. هذا هو الهدف الأساسي. أما الأهداف التي أعلنتها وهي القضاء على حماس، الكل يعرف أن حماس هي حركة مقاومة إسلامية ترتبط بشكل أو بآخر بالدين وبالوطنية الفلسطينية، ولا يمكن يعني القضاء عليها بهذه البساطة. كما أن موضوع الأسرى هو موضوع صعب وشائك جدا، وليس بالعمل العسكري يمكن أن يحل موضوع الأسرى. وأثبتت تجربة الهدنة الماضية أن عملية التبادل حصلت بتفاوض وفي هدنة معينة استطاعت أن يعني تتوصل إلى إطلاق سراح أسرى من هنا ومن هناك. طيب يعني في عقب يعني مرور هذه الأشهر 3 أشهر من بدء العملية وبدء الحرب على غزة، ما زالت إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات، في بناء الطرق والأسوار التي تحيط بالأماكن التي يتواجد فيها الفلسطينيين، حتى أنها ما زالت تفرض سيطرتها على المنطقة جيم، وبالتالي تهميش دور أو تهميش الوجود الفلسطيني. هل تعتقد أنها يعني ستستمر في هذه السياسة، وأن هذه السياسة ستؤتي في النهاية يعني النتيجة التي ترجوها إسرائيل؟ بالإضافة إلى ما قلته سيدي الكريم، هناك أهداف تهجير قطاع غزة بكامله إلى الخارج. صحيح. ومن هنا الدور المصري المهم الذي يعول عليه العرب جميعا في وقف هذا المخطط الإسرائيلي ومنع تهجير أهل غزة، وهذا ما يتكل عليه العرب جميعا من مصر، وهذا ما لمسناه من المواقف الرسمية في مصر ومن كل القيادات. كما أن موضوع طريق فيلادلفيا وعلى احتلالها أيضا يشكل عدوانا على السيادة المصرية وخلقا للاتفاق الذي وقع عام 2005 يعني، والذي استثنى وجود 700 جندي مصري من معاهدة السلام. يعني هي تخرق كل المعاهدات وكل الأنظمة والقوانين. وأيضا نعود إلى موضوع الاستيطان. موضوع الاستيطان يعني هناك قرارات دولية وقرارات أممية أن الاستيطان غير شرعي، وذلك نراها تتوسع في اعتداءاتها على الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وبناء مزيد من المستوطنات وتوسيع المبني منها حاليا. طب يعني حضرتك تحدثت عن موضوع التهجير، ومصر رفضت هذا التهجير ووقفت في وجه يعني أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكذلك الأردن رفضت أي محاولة للتهجير للفلسطينيين ناحية الأردن. لكن هناك أنباء عن أن جهاز الاستخبارات الموساد ووزارة الخارجية الإسرائيلية يعملان سرا من أجل إقناع حكومتي تشاد ورواندا باستقبال مهجرين من قطاع غزة، وعرضت إسرائيل أيضا مساعدات اقتصادية وعسكرية على الدولتين لاستقبال هؤلاء المهجرين. هل تعتقد أنها أيضا ستنجح وستستطيع أن تفعل ذلك، أم أن الدول العربية لن تسمح، ومصر أيضا وكل الدول العربية الحقيقة لن تسمح، والإسلامية أيضا بمثل هذا التهجير؟ طالما أن مصر لن تسمح ولن تسمح، فأن كل هذه المخططات لا قيمة لها. لا يمكن أن تهجر شعب بكامله برحلات جوية أو رحلات بحرية زوارق وإلى آخره. هذا أمر يعني غير عملي. الموضوع العملي هو التهجير العبور البري، وهذا غير وارد حاليا، وأعتقد بالمستقبل المنظور في السياسة المصرية. طب سيادة العميد، أيضا لو عدنا إلى موضوع العمليات الاغتيال التي قامت بها أو عملية الاغتيال التي قامت بها إسرائيل صالح العروري القيادي بحركة حماس في الضاحية الجنوبية في بيروت، هل تعتقد أن إسرائيل ستستمر في يعني نهجها بعمليات الاغتيال، وأنها قد تقوم بعمليات أخرى داخل لبنان؟ ممكن أن تقوم بعمليات، إذا تسنى لها لن تتردد أبدا في اغتيال أي شخصية قيادية سواء في لبنانية أو فلسطينية أو سوى ذلك. نعم.
طيب بالنسبة لي أيضا الحديث عن فكرة وقف إطلاق النار، هل تعتقد أن ما زالت هناك فرصة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، أم أن هذا الموضوع ربما يعني سيتأخر قليلا؟ ليس هناك شيء اسمه اتفاق إطلاق النار، هناك رفض لوقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وجميع دول العالم تريد وقف إطلاق النار ما عدا الولايات المتحدة وإسرائيل. عندما ترضى الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف إطلاق النار يحصل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا العميد إلياس فرحات الخبير العسكري، كنت معنا من بيروت.